تعزيز دور الشركات الناشئة وتطوير نظامها البيئي كان محور لقاء مع وفد من المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لدولة نيجيريا خلال زيارته إلى الجزائر، تم من خلاله عرض الجهود المبذولة في المجال بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين. مكنتنا هذه الزيارة التي تمت على مستوى مسرع الأعمال ألجيريا فنتشر من تقديم كل ما تقوم به الحكومة الجزائرية لدعم الابتكار ولدعم شركات الناشئة في الجزائر، وكذا سبل التعاون بين دولة نيجيريا الشقيقة والجزائر في مجال الابتكار وفي مجال دعم الشركات الناشئة. اللقاء كان مثمرا وإن شاء الله سيعود بالفائدة للتعاون بين البلدين. توجه الجزائر للنهوض باقتصاد المعرفة سيعزز من مكانتها اقتصاديا في القارة الإفريقية من خلال جلب شركاء جدد في مجال اقتصاد المعرفة. من بين أسباب تواجدنا هنا هو خلق شراكة للتعاون مستقبلا بين البلدين. نحن نؤمن أن للجزائر ونيجيريا دور كبير يلعبانه للعمل معا لصالح القضايا الإفريقية على المستوى القاري والدولي. اليوم كان فرصة لإبراز القدرات تاع الشباب الجزائري وإعطاء صورة على التوجه الجديد للجمهورية الجزائرية. الآن قدمنا لإخواننا من نيجيريا التجربة الجزائرية. الدفع بعجلة المؤسسات الناشئة مسعى تعمل الجزائر على تجسيده من خلال منح امتيازات ضريبية وجبائية للمؤسسات الناشطة في القطاع.